بدل عارف if we change the place here is better احسن لا نغيره هنا أنا. المكان هذا يعني ما ادري شلون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القرآن الكريم هنالك أشياء جميلة قد ركز عليها القرآن، ومن ضمن هذه الأشياء قضية العسر واليسر في القرآن. كيف نفهم العسر واليسر في القرآن؟ في سورة الانشراح الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه العزيز الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكذلك في سورة الطلاق في الآية السابعة الله سبحانه وتعالى يتحدث: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. المفسرون عندما تطرقوا إلى هذه الجدلية، جدلية العسر واليسر في القرآن الكريم، عندما أرادوا أن يتحدثوا عن العسر واليسر في القرآن الكريم تحدثوا، قالوا أن المعنى هو المعية الحقيقية في سورة الطلاق والمعية المجازية في سورة الانشراح. حتى لا أعقد الأمر عليكم، يعني المعنى بهذا الشكل أنه فإن مع العسر يسرا، هذه ليست حقيقية. المعنى الذي يريده المفسر أنه بعد العسر سوف يكون اليسر. وفي الآية الثانية في سورة الطلاق: سيجعل الله بعد عسر يسرا، يقولون هذه هي بعدية، يعني الله سبحانه وتعالى سوف يجعل بعد العسر يسر، يعني هذه البعدية حقيقية وليس فيها مجاز، لكنه المعية الأولى مجازية حقيقتها البعدية. إيش يريدون يقولون؟ وهذه النظرية قد جاءت في القرآن الكريم من قبل المفسرين على أساس كثير من الروايات التي تحدثت أن موعد اليسر سوف يكون بعد العسر، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول أن اليسر يأتي بعد العسر من غير تطاول أزمنة، يعني عندما يكون يمر الإنسان بعسر معين سوف يجعل الله سبحانه وتعالى له يسر، ولا بد أن يفتح له الله سبحانه وتعالى باب من أبواب الفرج. وهذا المعنى نجده عند الكثير من المفسرين الذين ذهبوا لهذا المعنى، يقولون أنه بعد العسر يسر. والحال إذا ننظر في آرائهم لعلنا نجد أنه هنالك نوع من المعقولية. يعني ابن عاشور عندما يتحدث في التحرير والتنوير في تفسيره التحرير والتنوير يقول أنه ليس من الممكن أن نجعل العسر واليسر مع بعضه البعض. يعني عندما نأتي ونقول فإن مع العسر يسرا، العسر خلاف لليسر، يعني الشيئان اللذان يتناقضان لا نستطيع أن نجمعهما مع بعضهما البعض، لا نستطيع أن نجمع ذلك. فلذلك يقول ننطلق من أن هنالك نقيض للعسر هو اليسر،
ونقيض لليسر هو العسر، فكيف يجتمع العسر واليسر مع بعضه البعض؟ كيف القرآن يقول أنه هنالك مع العسر يسرا؟ فإذا لا بد من وجود بعدية، يعني يريد يوصل هذا المعنى، يوصل هذا المعنى إلى المفهوم. السيد الطباطبائي كذلك نفس الشيء يتحدث في ميزانه، يقول المعية هي معية التوالي، وليست هنالك معية حقيقية في المجال. لكننا في هذه الليلة حقيقة مع رأي جميل جدا، هذا الرأي ذهب له الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه في كتابه العدل الإلهي، رفض هذه الآراء. أنا حقيقة ركزت على هذه الآراء فقط للتوضيح حتى نشوف أنه مطهري أين ينتقل، أين يتحدث. مطهري في ذلك الكتاب وبالذات في الصفحة 189 من العدل الإلهي يقول إنه في سورة الطلاق، نعم، جعل الله من بعد عسر يسرا، أن الله سبحانه وتعالى جعل اليسر بعد العسر، لكنه لا يعني ذلك في سورة الانشراح، وإنما الله سبحانه وتعالى قد عنا شيئا مهما، وهو أنه العسر واليسر متلازمان مع بعضهما البعض، واليسر أو العسر اليسر في مكامن العسر. يعني أنت عندما تريد أن تصعد جبلا وتصل إلى قمة ذلك الجبل، كلما خطوت خطوة إلى الأعلى كان هنالك عسر عليك، ولكنك عندما تنظر إلى القمة تجد أن القمة قريبة قد أصبحت. المفهوم القرآني، عندما نرى القرآن بأكمله، القرآن يوجه المسلمين بهذا التوجيه. عمومات القرآن تذهب إلى أنه الإنسان نفسه الله سبحانه وتعالى خلقه بماذا؟ ولقد خلقنا الإنسان في كبد، في حالة من الانحصار، حالة من العسر. الإنسان ليس من السهولة، ابنك الآن إذا تريد أن تبعثه إلى المدرسة لا بد أن تراقبه، لا بد أن تتعب على تربية ذلك الولد. من أجل ماذا؟ من أجل أن تحصل على اليسر. فاليسر أين كمن اليسر؟ كمن في مكامن العسر. الإنسان الذي يجاهد لله سبحانه وتعالى، يقاتل ويقاتل ويقاتل وينتظر إحدى الحسنيين، إما الجنة وإما النصر، أو إما النصر وإما الجنة. الإنسان الذي يريد أن يتعلم، يقرأ ويقرأ ويتعلم، إنه العسر، العسر في كل خطوة إلى أن يصل إلى اليسر. إذن لا بد من وجود العسر لكي تحصل على اليسر. لا يعتقد أحد أنه العسر هو يأتي، أو اليسر يأتي بعد العسر، أن هذا المعنى هو المعنى المنطبق تماما. لا، المعنى الذي هو في عموميات القرآن، الذي مع عموميات القرآن يتسق مع المعنى الذي يذهب إليه المطهر رضوان الله تعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان حتى إذا فرغ في يوم من الأيام أن يجعل مسعاه مسعى تعب وجهد، يبذل جهده من أجل أن يحصل. القرآن يتحدث معك أنت المسلم، يقول لك فإذا فرغت فانصب، يعني لا تقعد من تشوف نفسك فرغت تعب، النصب، الجهد، التعب، لكي تحصل على ماذا؟ لكي تحصل على النتائج الإيجابية. أنا أتذكر أحد فقهائنا رحمة الله عليه يقول لا يوجد راحة في الإسلام، ولا توجد عطلة في الإسلام، ولا يوجد شيء اسمه يسر
في كل شيء. بعض الناس يسألون شيخنا كيف أنا هذا العسر اللي قاعد أمر بي ليل مع نهار؟ تخيل هذه الشخصية اللي ما تمر بعسر طول حياتها، أي شخصية تافهة هذه الشخصية، الشخصية التي لا تقوى أن تواجه أي شيء في حياتها. الشاعر يقول ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فصعب العلا بالصعب والسهل بالسهل، تريدين لقيان الحياة بسيطة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. لا بد أنه الإنسان لكي يحصل على الشيء الذي يريده لا بد أنه يتعب، يبذل ذلك الجهد، الجهد الذي هو يعطيه الإنسان من نفسه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا، شوفها قوية جدا، والروائع الخضرة أرق أو أرق نعم جلودا. هذه شوفها الشجرة اللي عايشة بين المياه وبين الأماكن اللي يعني من السهولة أن تحصل على الغذاء، تشوف رقيقة جدا، والروائع الخضرة أرق جلودا، بينما ألا إن الشجرة البرية أصلب عودا. الإمام سلام الله عليه صلب عودها، تلقاه صلب لأجل أن تقاوم. الإنسان اللي ما عنده تجربة عندما تعرضه إلى أي تجربة بسيطة ينهار أمام التجربة. إذن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله سبحانه وتعالى يحدث الناس يقول أن هذا العسر الذي تلقونه، أن هذا العسر الذي تواجهونه، أن هذه التحديات التي تحدث يوم بعد يوم هي التي تولد لكم اليسر، وهي التي تولد عوامل النجاح، وهي التي تولد العوامل التي من خلالها الإنسان ينطلق من أجل الوصول إلى شواطئ النجاح والتوفيق. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الإنسان رغبت بالله سبحانه وتعالى، النصب الذي يتحمله من أجل أنه يصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى إليه، وثم بعد ذلك الله يجازيه الإحسان. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، كنت أعتقد أن هذه الأشياء ما راح تفرج علي، لا تفرج، كل الأمور لها فرج. الإمام زين العابدين عليه السلام يشكر الله سبحانه وتعالى على العسر. لو كان العسر ما بفائدة كيف الإمام يشكر الله على العسر؟ لو كان العسر شيء سلبي وضرري كيف الإنسان، كيف الإمام سلام الله عليه يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك العسر؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقني الحق عند تقصيري في الشكر لك بما أنعمت علي في اليسر والعسر. نعمة، يقول له بما أنعمت علي في اليسر والعسر والصحة والسقم. كل شيء هي فيها فائدة، كل شيء لابد أنه فيه فائدة. إذن إن الرأي الذي يذهب إليه المطهر رضوان الله تعالى عليه لعله يكون أدق الآراء وأقرب الآراء إلى السياق القرآني الذي يريده القرآن إلى الناس. الإنسان الذي يريد أن يقوى، الإنسان الذي يريد أن يكون ناجحاً، لابد له من تحمل العسر وتحمل تلك المصائب وتحمل الكثير من المشاكل، لأن بناء اليسر لابد أن يمر على جانب العسر. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا وارحمنا وتقبل منا سعينا يا أرحم الراحمين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، إخواني كثير من المؤمنين يحتاجون إلى دعائكم. لدينا دعاء للمرضى ولدينا دعاء للسجناء، ما شاء الله كثر السجناء في كل مكان،
الآن عندنا ما شاء الله صار، قبل كان في البحرين وفي العراق وبعض الأماكن، الآن صارت بالقطيف والعوامية وغيرها. فنسأل الله لهم جميعا أنه يفرج عنهم، ولا سيما الشيخ النمر، الله سبحانه وتعالى يفرج عنا ويشافيه، وإلى مرضانا وإلى هؤلاء السجناء وإلى أماتنا ندعو لهم بالآية الكريمة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 يا الله 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 يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، شهدائنا علمائنا من لهم حق علينا، رحم الله من قرأ لروحهم أو لأرواحهم جميعا ثواب سورة الفاتحة المباركة، جزاكم الله خير الجزاء. اللهم صل على محمد.